قال أمير قطر تميم بن حمد إن مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع في غزة بسبب عدوان إسرائيل الغاشم وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني الذي لا يخدم تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة. وفي تغريدة له على موقع أكس أضاف أمير قطر أن جميع الأطراف مطالبة بتكثيف الجهود لوقف هذا الصراع ورفع المعاناة عن الفلسطينيين.